أيضا في ذم كثرة المطاعم والمشارب في شعب الإيمان. قال عامر بن عبد الله: وجدت في الدنيا أربع خصال، النساء واللباس، هذا انتهينا منه. وروى عن السري بن المغلس وقال: ذكر له أهل الحقائق من العباد، فقال: أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرقى. وعن محمد بن المنكدر قال: إني خلفت زياد بن زياد مولى بن عياش ويخاصم نفسه في المسجد، يقول: اجلسي، تريدين أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار فلان؟ قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفس إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذين الثوبين، وما لك من النساء إلا هذه العجوز، أفتحبين أن تموتي؟ فقالت: أنا أصبر على هذا العيش. الله أكبر. وعن الوليد بن عقبة قال: كان يخبز لداود الطائي 60 رغيفا يعلقها بشريط، يفطر كل ليلة على رغيفين بملح وماء، فأخذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه، فقال: مولات له سوداء تنظر إليه؟ فقامت فجاءت بشيء من تمر على طبق فأفطر وأصبح صائما. فلما أن جاء وقت الإفطار أخذ رغيفا وملحا وماء. قال الوليد بن عقبة: حدثني جار له قال: جعلت أسمعه يعاتب نفسه ويقول: اشتهيت البارحة تمرا فأطعمتك، واشتهيت ليلة تمرة، تمرا لا ذاق داود، تمرا ما دام في دار الدنيا. اللهم ثبتنا الحق يا رب، اللهم اجعلنا نسعى إلى الآخرة لا للدنيا. الدنيا أقبلت وتهيأت وأقبلت ومدبرة، تهيأت مدبرة، والآخرة تهيأت مقبلة، ولكل بنون. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. يقول أبو جحيفة: دخلت على داود الطائي وإذا الباب عليه مشقق فسمعته يقول: اشتهيت جزرا فأطعمتك، ثم اشتهيت جزرا وتمرا آليت ألا تأكليه أبدا، فسلمت ودخلت، فإذا وجالس وحده يعاتب نفسه. من منا له ساعة يعاتب نفسه فيه؟ اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى، فإنك أنت العز. وأيضا ما زال مع داود الطائي ويقول: يا أبا سلمة، ما تشتهي الخبز؟ قال: بلى يا داية، ولكن بين مضغ الخبز وبين شرب الفتيت قرأت 50 آية. نتكلم عن أساطير، نتكلم عن أساطير. بينظر الفرق بين المضغ وبين السف، يعني الفرق بين المضغ والسف، ف50 آية تقرأ من كتاب الله جل في علاه، حرصا على المصارعة إلى الله جل في علاه بالأبدان وبالقلوب وبالأرواح. وقال مجد بن دينار: لوددت أن الله عز وجل جعل رزقي في حصاة أمجها، لقد استحيت من كثرة اختلافي إلى الكنيف. يعني قضاء الحاجة وكثرة الترداد عليها يعطل من ذكر الله جل في علاه، فيقول أنه يستحي من ذلك. ما أدري كيف نمشي نحن على الأرض وهؤلاء القوم موجودون، ما أدري والله ما أدري. يا رب اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى، فإنك أنت العز والأكرم. يقول: أصنعي رأيت عربية تأكل قشور الرمان، قلت لها: ما تصنعين بأكل هذا؟ فقالت: أدفع به الجوع عني، فإن الجوع إذا دفعت بالشيء اندفع. كسرت خبز كما قال الشافعي، تدفع الجوع وينتهي الأمر. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعا فوق الشبع، فإنك إن تنبذه إلى الكلب خير لك، ويا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. غفر الله لنا، كم ضيعنا من خيرات. إبراهيم النخعي عن أبيه قال: كان يلبس الرداء يبلغ من خلفه اليتي ومن يديه ثديه، فقلت: يا أبا، لو اتخذت أوسع من هذا؟ فقال: كم تقول لي يا بني هذا؟ فوالله ما على الأرض من لقمة لقمتها طيبة إلا وددت ولو كانت في أبغض الخلق إلي. بلغنا أن يقول ثابت جعب بن ثابت: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا حتى رأه، فإذا عليه معاليق من كل شيء، فقال له: يا يحيى يا إبليس، فقال له يحيى: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أراها عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم. قال له يحيى: ما لي فيها من شيء؟ قال: لا. قال: فهل طعمت أن تصيب مني شيئا؟ هل طمعت أن تصيب مني شيئا؟ قال: ربما شبعت فشغلتك عن الصلاة والذكر. قال: هل غيره؟ قال: لا. قال: لا جرم، لا أشبع أبدا. يعني قال: ما الذي تأخذه عليها؟ قال: أن تأكل أكلة فيها الشبع فترى الكسل يأتي عليك، ومن الكسل تمتنع عن الصلاة أو عن الذكر أو عن أعمال وأهداف أنت تريد أن تصل إليها فتمنعك عنها. فهنا الشيطان قد أخذ منه. أحبك الله، ضحتنا فيه، بس رب جل وعلا أن يجعلنا من أصلح الناس ومن أصدق الناس ومن أسرع الناس إلى مرضات رب الناس.
يا رب اغفر وارحم وتلا وزع ما تعالى فإنك أنت العز الأكرم. عن أبي سلمان الداراني يقول قدم إلى أهلي مرة قدم لأهلي مرة خبز ولحم وكان ملحا في الملح سمسمة فأكلتها فوجدت رانها على قلبي بعد سنة. رانة على قلبي، شوف أظلم قلبه. لا إله إلا الله. أرناك يا محمد إبراهيم ما أفضل ما تكتب لنا، جزاك الله خير عن النصايح. قال وسمعت السوري يقول إن نفسي تنازعني أن أغمس جزرة في دبس منذ 30 سنة، دبس اللي هو التمر يعني، فما يمكنني. عامة هذا الباب باب عظيم جدا، هو باب أصله وأسه وأساسه الزهد في الدنيا. فالزهد في الدنيا يتمثل الزهد في الطعام والشراب والملبس، الزهد في النوم، الزهد في اللعب، الزهد في اللهو، الزهد في كل شيء يشغل عن هدف يسير إليه المرء بعدما يعني ركن في قلبي أنه يحتاج إلى الوصول إلى الوطن الأصيل. هدفه الأعلى هو أن لا يكون في الوطن الأصيل فقط، بل يكون بجوار رب العالمين، ينظر إلى وجهه الكريم المقدس غدوا وعشية، بكرة وأصيلة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، اللهم اجعلنا كذلك يا رب، والله أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم بإذن الله تعالى، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. قال للإمام أحمد يعني إلى متى أنت درت الدنيا مرتين، إلى متى وأنت على هذه الحال؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة. وقيل ابن المبارك بلغت ما بلغت وما زلت تطلب العلم. قال لعل الكلمة التي تنجيني عند ربي لم تأتي بعد. وحقيقة الأمر يقال إذا أردت الراحة فاترك الراحة، إذا أردت الراحة فاترك الراحة. وأصحاب الهمم لا يقفون عند القمم، القمة أصغر ما تكون عندهم، كنملة تريد صعود الجبل فإن صعدتها قالت أين الآخر، أين الآخر. الله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين. اللهم أمين. الفوائد المستنبطة: أس كل خير الزهد في الدنيا، ويتمثل في الزهد في المطعم والمشرب والملبس. الأولون كانوا أحرص الناس على الأوقات في الخيرات، والآخرون يضيعون الأوقات في الملذات والملهات. على لبيب أن تكون له ساعة يراجع فيها نفسه. اللهم اغفر لنا. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. يعني نلتقي بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.